هلا طلعوا هاي وين فوق 1 2 3 4 شو كانت الاستراتيجيه لحد الان احنا عملناها بالسويتشنج؟ ببساطه ل 180 درجه شغلنا 1 و4 طفينا 1 و4 وشغلنا 2 و3 ولانه عندي انا دايودز الكرنت مش مشكله فاي لحظه انا شغلته وطفيت اذا الكرنت غير اتجاهه في عنده دايودز يعملوا كوندكشن مش هيك؟ اتكفلنا فيها يعني حطينا احنا دايودز كفايه لانه اذا بتتذكروا لما حكينا خلينا احاول ارسم ارد الويف فورم مره ثانيه هي عندي الفولتج ويف فورم هي 1 و4 شغالين 2 و3 شغالين 1 و4 شغالين اوكي وبعدين هلا هذا ما بضمن لي انه الكرنت لانه هون اندكتيف لود راح الاقي انه الكرنت بيكون مثلا شكله فرضا زي هيك على ستيدي ستيت لما يوصل ستيدي ستيت هلا بتلاحظوا بالفتره هاي اللي شغال فيها 2 و3 الكرنت ايش الاشاره تبعته؟ بوزيتيف وبعدين شو صار؟ نيجاتيف اذا في فتره هون راح يحتاج شيء مختلف لان الكرنت اذا كان لاحظوا هلا 2 و3 شغالين هاي هون 2 و3 لكن في فترتين ديستينكت هون الكرنت بوزيتيف وهون الكرنت نيجاتيف هلا 2 و3 لما بشغل 2 و3 بس الكرنت لسه بوزيتيف انا شغلت 2 و3 الكرنت بوزيتيف ما بيقدر يطلع في 3 ولا بيقدر يمشي ب 2 ايش راح يستعمل؟ يستعمل الدايودز تبعون 2 و3 فعندي بالفتره هاي راح يكون دي 2 ودي 3 شغالين لكن بالفتره هاي راح يصير الكرنت نيجاتيف هيك اذا كيف الكرنت راح يمر؟ راح ينزل في 3 هذا صار نيجاتيف لانه لاحظوا الكونفنشن تبعه شو كان؟ انه بوزيتيف في هذا الاتجاه وراح ينزل ب 2 اذا هون عندي كيو 2 وكيو 3 او تي 2 وتي 3 زي ما بدك تسوي اوكي ونفس الشيء كملنا هون بهاي الطريقه وطلع معي وحسبنا بتتذكروا حسبنا الهارمونكس بدنا نحاول نخفف الهارمونكس بالفولتج لاني اذا لغيت هارمونكس بالفولتج شو بكون لغيت هارمونكس من الكرنت واذا خففت هارمونكس من الكرنت بكون كمان حسنته مش هيك مش احنا قلنا انه الفولتج لما حللناه لفورير سيريز اتحلل لهدول الفولتج سورسز وكان لهم فريكوانسيز 1 و3 و5 و7 مزبوط اذا انا رحت لغيت هذا إذا عملت اليمينيشن للثيرد هارمونيك مش بكون لغيت الهارمونيك كرنت الثالث وإذا لغيت الفيفث مش بكون لغيت الفيفث مظبوط هلا أحد الطرق اللي ممكن أعملها ممكن أغير الويدث تبع هاي البلس وممكن أغير الويدث تبع هاي البلس بس إذا بدي أغير الويدث تبع البلس وأغير الويدث تبع البلس شو بده يصير في بينهم؟ الفولتج الأوتبوت شو بده يصير؟ زيرو إذا بدي طريقة معينة أغير الويدث تبع هاي البلس وأغير الويدث تبع هاي البلس هلا أحد الطرق المستخدمة اني اغير الاوتبوت ويف فورم فولتج للشكل التالي مثلا بدل ما تكون عرضها 180 ممكن تكون عرضها هاي عندي هون 1 2 هاي 90 هاي 120 هاي 150 وبعدين عندي 1 2 3 كمان 30 بعدين عندي 90 طلعوا هاي الويف فورم وين شايفينها بالهيك الويف فورم هاي؟ هاي عندي هون 30 درجة 6 بلس تمام بالامتحان وهذه هون عندي 120 وهاي هون 30 وهاي هون 30 وعندي هون 120 وعندي هون 30 بس هذه كانت ويف فورم لكرنت بسحبه من السوق هذه هون ويف فورم لفولتج طالع من هلا إذا شو السياسة اللي بدي أعملها الآن؟ هلا واضح انه هون بدي اشغل 1 و4 مش هيك؟ هاي فيش فيها مشكله. وهون بدي اشغل 2 و3، طب هون وهون وهون بطفيهم كلهم بزبط؟ مشكله ما بزبط. لانه اللي بيصير الكرنت هو بشغل الدايودز وبقرر الاوتبوت شو يطلع، ففي عندنا سياسه بدنا نستعمل سياسه مختلفه. السياسه المختلفه شو راح تصير؟ الفكره تبعتها، استراتيجيه تبعتها راح تكون. هلا احنا قلنا الكرنت في حالة هاي ال 180 اون 180 اوف الكرنت إذا كان بوزيتيف يا بيمشي بالترانزستورز 1 و4 يا بيمشي بالدايودز 2 و3 وإذا كان نيجاتيف إيش كان يعمل؟ إذا كان نيجاتيف يا بيمشي بالترانزستورز 3 و2 يا بيمشي بالدايودز 1 و4 مظبوط هيك كانت السياسة ما فيش سياسة ثانية من هون ما فيش عندي شيء ثاني شوفوا شو راح تصير نعمل راح تصير الآن اشغل 1 و4 وبعدين بطفي 1 وبخلي 4، إذا طفيت 1 وخليت 4 والكرنت كان ماشي يعني نفترض كان الكرنت بوزيتيف هلا، هي هيك الكرنت بوزيتيف
شغلت واحد وشغلت أربعة مش الكرنت بوزيتيف. هلا إذا فجأة جيت طفيت واحد الكرنت هون شو بده يحاول يعمل الآن؟ وأربعة لسه شغال رح يستعمل الدايود تبع؟ اثنين. قديش رح يصير الفولتج على اللود؟ فاهمين السؤال؟ مرة تانية نحن بنقول لما يكون مسكر واحد وأربعة هي واحد وأربعة بصير صفر سعيد بصير صفر تمام. خلينا نشرحها نوضح حتى تكون واضحة 100%. هاي عندي هاي أربعة وهاي واحد وطبعاً في عندي هون فولتج سورس مش هيك؟ هاي الفولتج سورس هون شغلت واحد وأربعة واستنيت للكرنت صار بوزيتيف صار الكرنت بوزيتيف ماشي عندي بهذا الاتجاه ماشي؟ هلا ما طفيت واحد وأربعة طفيت بس مين؟ واحد وخليت أربعة شغال الاندكتر هذا إيش راح يعمل مباشرة؟ راح يتحول لسورس راح يعمل فولتج بوزيتيف فولتج من هون هلا في له باث يمشي هون؟ في لأني أنا تركت أربعة شغال ما طفيته طفيت واحد بس ما طفيت أربعة لما خليت واحد شغال هلا شو بيقدر يعمل؟ مش بيقدر يمشي بالدايود هذا؟ مدام أنا شغلت أربعة خليت أربعة شغال في باث للكرنت هيك بكمل الباث وين؟ هذا أسهل له إنه يرجع الباور على السبلاي ويشتغل عن طريق التو دايودز اللي موجودين هون قديش الفولتج صار عبر اللود؟ قديش الفولتج هون؟ ايش بنسميه هذا الفولتج؟ في سي اي ساتوريشن مش هيك؟ وهذا الفولتج تبع الدايود هذول صغار مش هيك؟ لو كان هذا مثلا 0.2 او 0.3 او 0.5 وهذا قديش؟ 0.7 قديش صار الفولتج عبر اللود؟ تقريبا نعتبره زيرو اوكي؟ فالكرنت بيمشي بهدول فبهاي الحاله بهاي اللحظه اللي انا مشغل فيها واحد وطافي اربعه قديش راح يكون الفولتج عبر الديفايس؟ زيرو. طيب ليش ما تركتهم؟ انتم بتسالوني هلا ليش ما تركتهم وخليتهم يشتغلوا عن طريق الدايود مش هيك؟ مش احنا حطينا الدايود بحيث انه يسمح له انه يشتغل عليهم خلينا نشوف شو بصير لو انا تركتهم عن طريق الدايود يعني شوفوا شو بدي اعمل شغلت واحد وأربعة وبعدين طفيتهم لما بطفي واحد وأربعة شو رح يصير عندي مين رح يشتغل الان يعني أربعة هلا اوف وواحد اوف وهذا الكرنت بوزيتيف ايش رح يستعمل رح يستعمل هذا الدايود مزبوط ورح يستعمل كمان هذا الدايود ما فيش مشكله بصير بيشتغل زي هيك وين بيرجع الطاقه قديش الفولتج عبر اللود بهاي اللحظة لما الدايود هذا شغال والدايود هذا شغال؟ بي سورس مش زيرو فلو انا تركته شغال زي هيك لو انا طفيتهم وتركته هو يكمل من هون راح يجيني في سورس او ولا ماينس في سورس راح يجيني عندي احنا قلنا التيرمينولوجي هون كانت ماينس مش هيك بلس وماينس هذه في ال اوف تي مش هيك مش هيك احنا التيرمينولوجي قلنا عفوا تبعت اللود هيك يعني هاي الفي تبعت اللود هلا هو الفي ال تي بوزيتيف هون ونيجاتيف هون بس لما يشتغل هذا الدايود وهذا الدايود شو راح يصير الفولتج هون لهون ماينس في اس ماينس في اس فراح يطلع عندي الاوتبوت ماينس في اس اذا اني اشغل واحد واربعة واطفيهم ما راح يعطيني زيرو هون شو راح يعطيني راح يعطيني دائما يا بلس في اس يا ماينس في اس فاهمين الاختلاف بين هذول الاثنين هذا راح نسميه راح نحكي عنه يوني بولر سويتشينج وباي بولر سويتشينج لاحظوا اذا انا ما عملتش واحد واربعة اذا خليتهم يشتغلوا على الدايود الاوتبوت دائما شو بكون يا اما بلس في اس يا اما ماينس في اس شو بنسمي هذا باي بولر سويتشينج ما فيش شيء فيه غير بلس في اس وماينس في اس بس هذا المسموح فيه لكن اذا انا سمحت انه واحد يطفي وضل اربعه شغال او اثنين يطفي وضل ثلاثه شغال شو في فترات معينه بيصير عندي الاوتبوت زيرو طب شو استفدت ليش عملت هيك ليش ما اخلي يشتغل باي بولر سويتشينج بلس وماينس بخفف الهارمونيك وبخفف الهارمونيك عن طريق اني ايش اعمل بتصير هذه هون زيرو وهذه هون زيرو اوكي والا ما رح يضبط معي رح يضل 180 اون 180 اوف نعم تفضل في الحاله الطبيعيه لما يكون واحد واربعه شغال شو اللي بخلي الكرنت ما يمر بالدايودز هذول؟ يعني افرض انه واحد واربعه هلا شغالين كويس سؤالك كويس ماشي اوكي نفترض هلا واحد واربعه شغالين وهي اللون وهي هدول هيك وانا حاطط هون اذا واحد شغال شو عندي هون؟ بلس في اس مضبوط مش هيك؟ واذا بدك خلي هذه هون زيرو وهذا كانه ايش مشبوك؟ في الجراوند من هون مضبوط؟ هلا الكرنت ماشي هون هلا ليش الكرنت ما بروح بشغل الدايود هذا؟ هلا خلينا نطلع لو الكرنت بده يشغل يعني انت بتقول يشغل ليش ما شغل هذا الدايود مش هيك؟ بس هذا الدايود بايش مشبوك؟ بس في اس مضبوط؟ هل بيقدر يشتغل؟ لا مضبوط ما بيقدر، بيقدرش هو ريفرس بايس ونفس الشيء هذا من هون هذا هون في عليه في اس وهون فهذا الدايود ما بيقدر يشتغل، انت اللحظة اللي بيقدر يشتغل فيها هذا الدايود مش هذا، هذا الدايود لما ايش اعمل؟ لما اطفي هذا طب وهذا الدايود امتى بقدر يشتغل لما اطفي هذا السويتش؟ اذا في عندنا هون استراتيجيه مختلفه صارت، الاستراتيجيه الاولى اللي هي باي بولر شو كنت اعمل اشغل؟
بشغل 1 و 4 بطفي 1 و 4 بشغل 2 و 3 الاستراتيجيه الجديده حتى يطلع معي 0 فولتج هون شو بعمل بشغل 1 و 4 وبعدين بطفي واحد منهم هلا مرات بطفي واحد مرات بطفي 4 رح تشوفوا ليش مرات بطفي اذا طفيت واحد الكرنت كان بوزيتيف ايش رح يعمل سيركليت رح يشتغل هيك اذا طفيت 4 والكرنت كان ماشي هون ايش رح يعمل رح يعمل هيك مزبوط وكمان زيرو رح تكون مش رح تأثر انها زيرو هون او زيرو هون اذا شغلت 2 و 3 هي عندي هون 2 و 3 وطبعا في دايود كلهم فيهم دايود ان باراليل معهم خلينا نرسمها كامله هي عندي 1 2 3 4 وهدول كلهم في دي 1 دي 2 دي 3 دي 4 هلا هون الاستراتيجيه الجديده بشغل 1 و 4 وبعدين بطفي 1 او بطفي 4 اذا طفيت 1 الكرنت رح يعمل سيركيليشن هون اذا طفيت 4 الكرنت رح يعمل سيركيليشن هون بشغل 2 و 3 بعدين بطفي 2 او بطفي 3 اذا طفيت 2 الكرنت كان ماشي خلينا نفترض انه كان ماشي نيجاتيف رح يعمل هيك اذا طفيت 3 الكرنت كان ماشي نيجاتيف رح يعمل وخليت 2 شغال رح يعمل هيك هاي هي الطريقه الوحيده رح تسمح لي انه ايش يصير عندي هذه اسمها يونيبولر سويتشينج عم بيطلع معي بلس عم بيطلع معي ماينس وعم بيطلع معي زيرو حتى يطلع معي بلس وماينس وزيرو لازم اتبع السياسه هاي انه 1 و4 بطلوا هم نفس السيجنال ما بتروح لان نفس السيجنال على 1 و4 ولا نفس السيجنال بتروح على 2 و3 واستفدتوا هون اللي استفدتوا انه الهارمونيكس بديت اعمل هارمونيك اليمينيشن بهذا